السلام عليكم يا اخوان. هذا الراجل هذا راه لقيناه في جماعه ايدوسكا توف العز دائره اغرم. كيقول هو راه من مدينه تطوان ولقيناه مسكين هنايا في درجات الحراره في هذه الحاله اللي كتشوفوا حفيان وغادي في القدرون بنهار 40 درجه الحراره، ما بغاش يشرب مناضه ما بغاش والو. وكيقول راه من تطوان. شنو سميتك اخويا؟ فضال. فضال اش شنو الكنيه ديالك؟ فضال طويل. فضال طويل. هنا بلاصه قلتي نتايا؟ تطوان. تطوان. تطوان كونترول. 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 هاكا واش تقول لخوتك ولا هادي ولا عائلتك؟ ها ما عندكش التليفون ولا هادي؟ فين كتكون انت ديما؟ فين كتكون بزاف؟ فين كوفا؟ كنوصلوا لهزه ماكله؟ لا جماعه. فضال ياك. فضال قلتي السميه والكنيه؟ السميه طويل. طويل. طويل فضال. الاخوان اللي وصلوا هذا الفيديو يحاول يبارطاجي. يبارطاجي الله يرحم الوالدين لعل وعسى هاد الراجل هذا راه يلقاو عائلته ولا خوته ولا احبابه يسولوا فيه. دور جيتي دور جيتي اخويا فضال دور. واش كتقول انت يا ال ها؟ اي والله يجيب لك اخويا تيسير.